بقولكوا ايه، ما يلا نصالح بعض. انت لسه مخصم صاحبك، انت لسه مزعل والدك ومزعل والدتك، وربما تكون عامل مشاكل مع زوجتك او مزعل اولادك. ده كلام ما ينفعش في رمضان. يلا نصالح بعض ونحط ايدينا في ايد بعض عشان نقول له يا رب احنا جايين لك كلنا بنتمنى تعتق رقابنا من النار وتدخلنا الجنان عشان نعيش يا رب احلى رمضان.